يا ترى لما يجيلي ساندويتش برجر كبير وكذا طبقة وبالحجم ده، يا ترى هتصرف معاه ازاي واكله ازاي؟ اول حاجة هشيل دي وحطها على جنب في طرف الطبق، وبعد كده هفكر ممكن اضغط على الساندويتش لانه كذا طبقة وطبعا مليان صوص ومليان حاجات كتير. يا ترى هستعمل شوكة وسكينة؟ لا طبعا مش هستعمل شوكة وسكينة. فكرت فكرة كده ولقيت ان انا ممكن استعمل الجلافز ان انا اكل ساندويتش البرجر بالحجم ده. طبعا همسكه بالشكل ده، بس قادر امسكه بالعشر صوابع بالشكل ده؟ طبعا بالعشر صوابع ما ينفعش، كله هيقع من كل حتة. هتصرف ازاي زي ما شفنا؟ هما ثلاث صوابع بالشكل ده وامسكه واقدر اكله بالطريقة دي. الطريقة دي صح. وممكن كمان طريقة تانية ان انا هقطع بالسكينة الساندويتش جزئين لانه حجمه كبير قوي، وبرضو بالجلافز بالشكل ده همسك الساندويتش بتاعي بالطول بالشكل ده زي ما احنا شايفين وابتدي اكله. دي طريقة تانية كمان ان انا اقدر اكله بالطريقة الصح دي. وفي طريقة كمان اقدر اخد المناديل الورقية بتاعتي واخد جزء واخد بالي، لان طبعا الساندويتش من مليان صوص مليان حاجات كتير فممكن بيقع مني من كل حتة، فبالتالي دايما بنقول ممكن امسكه لو ما فيش جلافز اقدر امسكه بمنديل بالشكل ده بالمناديل الورقية وابتدي اكله. زي ما احنا شايفين دي طريقة تالتة صح اقدر استعمله واكله بالشكل ده كده برضو صح. وطبعا زي ما تعلمنا او عرفنا البطاطس بتاعتي لما تكون طويلة كده اقدر اكلها على كذا مرة. والف هنا. وهي دي ثلاث طرق الصح لأكل البرجر.